جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي اخترنا منها لكم: تركي مصاب بالشلل يؤلف 15 كتابا بإصبع واحد متغلبا على الإعاقة. تمكن مواطن تركي من أن يؤلف 15 كتابا باستخدام إصبع وحيد فقط يقدر على تحريكه، وشارك أردال يالجن على مقعده المتحرك برفقة والده في معرض الكتاب 22 في ولاية إزمير للتعريف بكتبه للقارئ التركي. ويضع يالجين كتبه على رف مثبت على مقعده المتحرك في المعرض ليتعرف زوار المعرض عليها. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: عمرها 37 عام وتنجب 38 طفلة. أنجبت امرأة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما 38 طفلا، من بينهم 4 مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية. أعمار الأطفال تتراوح بين 4 أشهر و23 عام. ويقول مسؤولون في الحكومة إن المرأة تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا، التي جاء فيها بيع معطف ارتدته ناجية من التايتانيك ب 192 ألف دولار. بيع معطف الفرو الذي كانت ترتديه مضيفة تم إنقاذها من حادثة غرق التايتانيك مقابل 192 ألف دولار، نحو ضعف قيمته الأصلية. وعرض المعطف مؤخرا في متحف في الولايات المتحدة قبل أن يعرض في المزاد، إلى جانب أشياء أخرى كانت موجودة على السفينة بما في ذلك الكرسي. إلى صحيفة الحياة مشاهدينا وختام هذه الجولة القصيرة: دمى الأطفال تنضم إلى دوريات الشرطة في أستونيا. جاء في تفاصيل الخبر: قريبا ستحمل دوريات الشرطة في أستونيا دمى صغيرة لتهدئة الأطفال الذين يتعرضون لحوادث أو مواقف صعبة. وبموجب الخطة ستنضم الدمى الصغيرة إلى 100 من دوريات الشرطة تزامنا مع احتفال أستونيا بيوم الطفل في الأول من شهر حزيران يونيو المقبل.